السلام عليكم تلاميذ المستوى الرابع، مرحبا بكم معي في فيديو جديد ودرس جديد من حصة لا غرامير. لو غروب سوجي اي لو غروب فيربال. سو كو جو سي سولين لي سويت دي مو كي سون دي فراز. بابي فرير دام لا اشيت. لو بابا بريبار لو تي دوفون لي انفيتي. Les tapis sont faits avec de la grosse ligne. Et là, nous sommes à la mjmou'a de kalimat qui contient une phrase. Une phrase toujours commence par une majuscule se termine par un point et donne un sens. هذه الاولى ماشي كتبدا لينا بماجيسكيل وما فيهاش نقطه في الاخير، والكلمات غير مرتبه باش يعطوني معنى. اذا غادي نسطروا على هاد الجمله انها باديه بماجيسكيل عندها نقطة في الأخير، وكنفهمه بأن لو بابا بريبار لو تي دوفون لي زانفيتي، الأب يحضر الشاي أمام الضيوف. لي طابي سون في افيك دو لا غروس لين. إذا الخصائص ديال الجملة هي كاينة، وحتى المعنى ديال هاد الجملة فهمنا بأن لي طابي مصاوبين من الصوف الغليظ. ونسطو عليه. Je manipule et je réfléchis. عندنا جوج الجمل، نقراو هاد الجمل باش نعرفو فين هو لو غروب سوجي وفين هو لو غروب فيربال. لو غروب سوجي هي المجموعة ديال الفاعل، ولو غروب فيربال هي مجموعة الفعل. L'artisan tisse des tapis. L'artisan tisse des tapis. صانع التقليدي يصنع أو يصنعوا زرابي. La dame achète un tapis pour son frère. السيدة اشترت زربية لأخوها. إذن كي تيس دي تابي كومبليت. نعم الجملة الأولى لارتيزون تيس دي تابي، شكون اللي كيصايب لينا الزرابي؟ هو لارتيزون. هاد الكلمة الأولى هذا كنقولو ليه لو غروب نومينال سوجي، هو الفاعل. تيس دي طابي هذا هو لو غروب فيربال، المجموعة الفعلية. هذه المجموعة الاسمية وهذه المجموعة الفعلية. المجموعة الاسمية للفاعل وهذه المجموعة الفعلية اللي فيها الفعل والكومبليمون. ندوزو للتانية. لا دام اشيت ان طابي بوغ سون فخير. اذا شكون اللي شرا زربية الاخ ديالو؟ هي لا دام. هاد لا دام هي لو غروب نومينال سوجي او لو غروب سوجي. اشيت الفعل اشوتي من الفعل فما فوق، هذا كتسمى المجموعة الفعلية لو غروب فيربال. اذا غنوريكم واحد لاستيس باش تعرفوا كيفاش نديرو باش نعرفوا لو غروب سوجي و لو غروب فيربال. في الجملة دائما نقلبوا على الفعل، فين هو الفعل؟ الفعل كتكون فيه حركة. لارتيزون صانع تقليدي ما فيش حركة. تيس يصنع يعني يدخل حركة باش كيصنع، إذا هذا هو الفعل. من قبل من الفعل هذاك هو لو غروب سوجي، هذا لو غروب سوجي. الفعل وما بعده هذه كتسمى لو غروب فيربال. اذا اهم حاجه اللي كنقلب عليها هو الفعل، لانه هو النوايو ديال الفراز، هو لاكس ديال الفراز. قبل منه كيتسمى لو غروب نومينال سوجي ولا لو غروب سوجي، وهو واللي من بعد منه كيتسماو لو غروب فيربال. لا دام هي لو غروب سوجي لان هذا هو الفعل، اللي قبل منه هي لا دام يعني الفاعل، والفعل ومن بعد منه من المفاعيل هذا كيتسماو لينا لو غروب فيربال. Qui tisse des tapis, c'est l'artisan. L'artisan, désigne la personne qui fait quelque chose. Et dans le sénat de qui c'est un gros sujet. Voilà, c'est un gros sujet. Voilà, le mot qui vient avant le gros sujet, c'est le fait. ثلاثة سولين دون لا فراز ا لو غروب سوجي اون بلو اي سو كي ريست اون فير.
إذا هو هذا الأ، إذا هذا اللي دورت عليه أنا، هذا هو الغروب سوجي، والبقية يعني الفعل والمفعول به هذا كيتسمى الغروب فيربال. هذا كنقول ليه، كندير ليه جي اس، نرجع هنا باش يبان لينا مزيان. هذا سميتو الغروب سوجي جي اس بلس لو غروب فيربال بلوتو جي في. إذا الجملة في الفرنسية، الجملة البسيطة لا فراس سامبل سو كومبوز دي لا بي اش، يعني الجملة لا فراس، لا فراس سامبل سو كومبوز دو دو زيليمون ايسونسييل لو غروب سوجي اي لو غروب فيربال. الجملة في الفرنسية كتكون من عنصرين، العنصر الأول هو المجموعة الاسمية الفاعل والمجموعة الفعلية. Le groupe verbal est un verbe et constitué d'un ashnaw le مهم في الجروب فيربال كنقول علاش كنقول لي فيربال حيت فيه لو فيرب فيرب. Le groupe verbal en vert هذا اللي درنا ليه حنايا غير سطرنا عليه بقلم رصاص en vert est constitué يتكون من un verbe et d'autres mots فيه الفعل اللي مهم هو الاساسي ومع اسماء اخرين غادي نشوفهم مع الدروس القادمه ان شاء الله شنو السميه ديالو. دون لا فراز بي سيبار دان تري لو غروب سوجي لو غروب فيربال. هاد لا فراز بي نرجعو ليها شوينا، نفرقو الفاعل على المجموعه الفعليه. اذا كنقلبو دائما على الفعل، لا هو هو هذا الشيت تشتري فيه حركه سيتي اكسيون اون سيباري، يعني اللي قبل منه هذا هو لو غروب سوجي بليتو لو غروب سوجي، وهنا لو غروب فيربال هو هذا الفعل مع اسماء اخرى. اذا شنو هو لو غروب فيربال ولو غروب نومينال سوجي لو غروب فيربال؟ لو غروب سوجي هو اللي كيقوم بالفعل سو كي في لاكسيون، و لو غروب فيربال هو لاكسيون اي دوتر مو. كومبليت لا ريغل اي اكري ان اكزامبل. La phrase simple est constituée de deux groupes de mots. الجملة البسيطة في الفرنسية تتكون من مجموعتين من الكلمات. المجموعة الأولى هو le groupe sujet. Et le groupe verbal. Le groupe sujet et le groupe verbal هما المكونين الأساسيين للجملة البسيطة في الفرنسية. إذا نعطي دوز إكزامبل، المثال الأول هو لارتيزون تيس أن تابي، ديرو غير نفس المثال باش نبقاو لارتيزون des tapis. Point final. Et dans la image skill point l'artisan, c'est le groupe sujet. Et maintenant, c'est le groupe verbal. Le tapis. Et rouge. Point. Et le tapis voit le groupe sujet et rouge voit le groupe verbal. Numéro 1 est là. Je vérifie mes acquis. Relis pour former des phrases. Et dans notre tarbash, ça y vaut jumel. On a quoi une jumel? Je n'ai qu'un an les artisans, les Marocains, les tapis. Couvre aussi le sol des riches maisons, tisse des tapis en pure ligne, utilise beaucoup les tapis. Les artisans tissent, les Marocains utilisent beaucoup les tapis et les tapis couvrent aussi le sol des riches maisons. Sépare par un trait le groupe sujet et le groupe verbal dans chaque phrase.
Le marchand de tapis ouvre son magasin le matin. تبعوا معايا مزيان باش نعرفوا كيفاش نلقاو الفعل. لو مارشون هو الصانع، دو تابي الزرابي، اوفر يفتح. اذا هذا هو الفعل. نقسمو الجملة هكذا. قبل منو هذا هو لو جروب سوجي، وهادشي اللي كامل هنايا لو فيرب اي لي دوطخ مو، كلمات اخرى اللي مع لو فيرب سون دي كومبليمون، كيتسموا لينا لو جروب فيربال. Les clients arrivent tôt. Les clients, هما الزبناء arrive، يعني هنا كاينه في حركه، هذا هو الفعل. غادي نديرو قبل من الفعل هو لو غروب سوجي، الفعل والكلمه اللي من موراه هذاك هو لو غروب فيربال. لومبلوي هو المستخدم، دي رول يدور، لي تابي اذا هنا هذا في حركه، هذا هو لو فيرب. هذا تري باش غادي نفرقوهم، هذا لو غروب سوجي ومن بعد منه لو غروب فيربال. لي كليون شوازيس لي بلي جولي، الزبناء يختارون، اذا هذا هو الفعل شوازيس، لو فيرب شوازير. اذا قبل منه هذا هو لو غروب سوجي والفعل وما بعد ذلك من كلمات، هذاك هو لو غروب فيربال.